انعقد اليوم المؤتمر 22 للاتحاد المغربي للشغل بجهة فاس. هذا المؤتمر اللي كان الهدف منه إعادة الهيكلة داخل الاتحاد الجهوي وإنتاج نخب جديدة من أجل تسيير والوقوف على المشاكل اللي كتعرفها الطبقة العاملة بالجهة. كيف ما تبعتم معنا ولله الحمد كان المؤتمر ناجحا، سواء من حيث التنظيم، سواء من حيث الحضور أو مشاركة جميع المناضلين وتفاعلهم مع القضايا الوطنية واللي تروها داخل المؤتمر. ما يمكن لي إلا نشكر هاد الإخوان اللي وضعوا في الثقة ككاتب جهوي. من هذا المنبر ديالكم كنعبروا على الاستياء ديالنا لما يحصل داخل اليوم في غزة وفي الأرض فلسطين الحبيبة. ندين يعني المجزرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، نعبر عن تشبتنا بوحدتنا الترابية وبأقاليمنا الصحراوية. وبهذه المناسبة كذلك أحيي أفق فاتح مي، أحيي الشغيلة يعني المغربية والطبقة العاملة المغربية، وندعوها إلى الوحدة والتضامن من أجل المزيد من المكتسبات للطبقة العاملة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.